اللي كيمتلك هذه اللعيبه هذا في وسط الميدان، في وسط الميدان انه هو اللي كيشحن، هو اللي يعني المحرك الاساسي ديال الفريق ديال الجيش الملكي. نعم، يعني بالنسبه لتشكيله فريق الرجاء البيضاوي في حراسه المرمى هناك عتبه، عيني لاني العوده ديال عيني، الزروالي، جريندو، تاج الدين جليدي، مسلوب، متولي، عمر النجاري، عمر نجدي، محمد ارمومن، يدخل كارسمي، والمدرب هو خوسي روماو. وبطبيعه الحال التشكيله هذه كانت تشكيله محتمله، خاصه في الغياب ديال محمد الحاج اللي عنده اعتقد 4 انذارات، وسعيد فتاح. يمكن انا ماشي مفاجاه، ولكن محمد ارمو من اول مباراه مدينه الدار البيضاء، ولكن هذه يمكن من الخصوصيه ديال روما ومن الورقه الرابحه، خصو يلعب ضد فريق الجيش الملكي، لان محمد ارمو من الملي كان مع فريق الجيش الملكي كان ضد القوي من فريق الرجاء البيضاوي كيشجع عليهم. نتسناو هذا محمد ارمو من نفس المباراه ديال الجيش الملكي مع فريق الرجاء البيضاوي. وبالنسبه للتشكيله فاعتقد ان الصراع اللي غيكون اليوم غيكون وسط الميدان. نعم، نربح وسط الميدان غير حتى اللاعبين كنعرفوا ديال الجيش الملكي، هناك عصام الراقي، هناك لاعبين اللي عندهم هذيك اللمسه في وسط الميدان. وبطبيعه الحال انا كما قلت لك غتكون واحد الصراع قوي، وغيكون صراع قوي وسط الملعب، ولا شدينا قديو من جانب فريق الجيش الملكي ورقه رابحه، فكاين عمر رجدي ورقه رابحه فريق الرجاء البيضاوي. واعتقد ان اللي غيستغل الفريق اللي غيستغل السرعه ديال هاد جوج لاعبين ولا غتسنح ليه الفرص. كان فريق الرجاء الان يفكر يعني لابد من انتصار، لان الدفاع الحسني جديد انتصر. لا، ما اول حاجه ما خصوش كانت الفكره، حتى كانت الفكره غتكون واحد الفراغات في الدفاع، وغيستغلها فريق الجيش الملكي. ما فريق الرجاء البيضاوي خصو ينيكوسي الماتس 90 دقيقه وحاول ينتصر، لما انتصرش ما خصو ما ينهزمش. نعم، يعني ذكرت النتائج، اكبر مستفيد حتى الان هو فريق الدفاع الحسين الجديد. فقط مره اخرى اذكر لمن يتابع الان النتائج الكامله ديال مباريات الدوره 17، الدفاع الحسين الجديد المتصدر فتفوق امس السبت على الكوكب المراكشي بجوج لواحد. نادي القنيطري هزم الميدان ديالو امام الوداد بهدف لا شيء، المغرب فاسي انتصر على اولمبيك خريبكا بهدف لا شيء، وشباب مسيره تعادل امام اولمبيك اسفي بهدف لمثله. اليوم الاحد مولوديه وجده تعادل امام شباب المحمديه بهدف لمثله، اتحاد خميسه انتصر على حسنه اكادير جوج لواحد، وجمعيه سلا فانهزم على المغرب التطواني بهدف للا شيء في انتظار مباراه الرجاء والجيش. يعني انا فلوس كيفاش شتي النتائج؟ كتبان لك تبين لي ان النتائج يعني نتائج عاديه، الا حاله واحده هي ان الفريق ديال الوداد انه انتصر على فريق جمعيه السلاوه، واللي كيتبين ان هاد المباريات الاخيره ديال فريق جمعيه السلاوه السلاوي الفريق السلاوي انه نعم. يعني اعطى نتائج جيده هاد السنه هاد المقابله الاخيره، هذه هي النتيجه اللي نعم. يعني نرجعوا للمباراه، يمكن شادوا فريق الجيش الملكي هناك حضر انه يلعب على الاقل 15 دقيقه يعني كجس النبض، اما من الجيش الملكي بامكانه ان يدخل منذ الدقيقه الاولى يعني لانه يهاجم وبالتالي البحث عن اول هدف. اي فريق نعم. اي فريق اللي كيجي انه يلعب في الميدان كيقلب على النتيجه وعلى الاهداف، ففريق الفريق ديال الجيش الملكي ما غيكتفش الايدي ديالو، انه غادي يحاول انه يسجل ويحاول باش ينتصر في هذه المقابله هذه. نعم، يعني نفس يعني ريمي اكيد بان الرجاء تطمح في الانتصار، وبالتالي اكيد بان الدقائق الاولى الهدف اللي كيجي ربما كيريح اللاعبين. الرجاء تعرف قوه الجيش، والجيش الملكي يعرف قوه الرجاء. وبطبيعه الحال فاول امتياز اللي عند فريق الرجاء البيضاوي هو الجمهور اللي كنشوفوا دابا، يكون عندهم واحد الدفعه معنويه قويه بالنسبه للاعبين، وغتكون اعتقد دقيقه اولى غيكون واحد الضغط كبير ديال فريق الرجاء البيضاوي على فريق الجيش الملكي. نعم، يعني فقط قبل ما نمشيو فاصل ونرجعوا نشاهدوا المباراه، انا فلوس يمكن نشاهدوا اهداف خلال الجوله الاولى. انا اللعبة كيظهر لي ان المقابله صعيب انك تكهن في الشوط الاول تكهن النتيجه ديال المقابله. لا ما غاديش تكهنوا النتيجه، ولكن يمكن نشاهدوا اهداف. ما تنظنش ما كيظنش من الزيتوني غنشاهدوا اهداف في بدايه المباراه، وغتكون على ما اعتقد غيكون ضربات الخط الاخطاء يعني حاسمه بالنسبه للفريق. لا ماشي حاسمه، غتكون بادره خير على بدايه قويه للمباراه. اذا اكيد نتمنوا التوفيق للفريقين لمتابعه الشوط الاول، ومباراه قويه بقيمه الرجاء والجيش الملكي وبقيمه جمهور الرجاء وجمهور الجيش الملكي اللي حاضر اليوم لمتابعه المباراه في المركب الرياضي محمد الخامس، واللي كيتابعنا مباشره على قناه الرياضيه. اذا فاصل وسنعود متابعة ايوا غنبقاو هنا 4 ايام. جبتي غير ماكينه وحده ديال الحزانه، كيف دير باش تحسن كل يوم؟ ما تخافش، عندي جيلات بلو دو. جيلات بلو دو محبين نحيي
إليكم هنا من مركب محمد الخامس لمتابعة مباراة الرجاء البيضاوي الجيش الملكي الكلاسيكو رقم 100. نعم رقم 100 هنا يجمع الفريقين هنا بمركب محمد الخامس بجنبات الملعب ممتلئة إلا بعض الأماكن هي فقط فارغة. إذا هكذا هي الصورة الجميلة من الزميل مخرج المباراة. إذا أكيد سنتابع ليلة كروية رائعة أحد أجمل المباريات. نعم الكلاسيكو بين الرجاء والجيش الملكي. ذهاب صحح الأخطاء غير مجموعة من المعطيات أنقذ الرجاء وضع على السكة الحقيقية والحديدية التي صنعت من الرجاء قمة كروية هذا الموسم وجعلته يضرب بالأرقام الكبيرة ويتقدم نحو المرتبة الأولى التي لم يصلها منذ 2005 أقول منذ 2005. جماهير رجوية في الموعد أخرى عسكرية على يساري تتابع. هكذا هي الصورة الجميلة لا ينقصنا إلا رؤية المتعة والفرجة المنتظرة من الرجاء والجيش على المستطيل الأخضر. أنتم من تتابعون عبر قناة الرياضية وراديو تلفزيون العرب ARD. على يميني هكذا تكتب جماهير الرجاء البيضاوي 6 أحقاب من التاريخ جعلت من الرجاء فنا جديدا. هكذا هي انطلاقة التيفو. أكيد سيكون 15 يوما من التحضير للجماهير الرجاوية من الجرين كلادياتورز بمساعدة الإيجلز والجرين بويز. هكذا هي الإلترا الرجاوية قد تتحد كما عودتنا لنقل صورة جميلة عن الجماهير الخضراء الرجاوية والجيش الملكي الذي تعملق في السنين الأخيرة على مستوى البطولة. وهذه صورة جميلة للفتاة الرجاوية التي تقدم عرضا رائعا هنا وهي تداعب الكرة بطريقة جميلة بتحية جماهيرية لا محالة. إذا أكيد إن شاء الله في هذا الليلة سنتابع قصة جديدة من قصص البطولة سنرويها بالحرف في هذا النزال بين الرجاء الجيش الملكي أحد أبرز العناوين في الكلاسيكو 100. إذا لحظات مشاهدينا ويدخل كل من فريق الرجاء البيضاوي والجيش الملكي هنا إلى رقعة الميدان بقيادة التحكيم خليل الرويسي حكم الوسط الحكم الدولي. هنا الجون سيري عملية الإحماء بالنسبة للحراس هنا وهناك. كل صورة لها دلالة كل صورة لها تعبير كل صورة لها خلفيات قد نجدها ليس الآن بعد صافرة البداية. عزيزي المشاهد تحية الجماهير الرجاوية للأبناء الخضراء للنسور الخضر لمن يفعل ومن يحقق النتائج الإيجابية في البطولة الوطنية بعد الإقصاء العربي هنا بمركب محمد الخامس أمام صفاقس التونسي. الجيش الملكي كذلك يتعملق على مستوى كأس شمال إفريقيا الأبطال ويحقق نتيجة إيجابية. يا جيش الملكي فلتجعل اللقب مغربي 100% بالإياب أمام النادي الإفريقي هذا ما نتمناه. فلتكن حقا عسكري مغربي ولتحمل اللقب. فكم نحن متعطشين راغبين في الألقاب طالبين في عودة القوة في عودة الأداء المغربي الجميل والألقاب يا على الألقاب. نعم هذه الصورة المنتظرة والصوت المنتظر للجماهير وهكذا أولى صور الملحمة والتيفو يصعد الآن. 60 سنة على تأسيس الرجاء البيضاوي الآن. لاحظوا هذه الصورة على يميني لو كان بالإمكان زميل المخرج عفور إعطاء هذه الصورة. هكذا هي مرسومة هي حقب رجوية 5 حقب لكل حقبة رسالة. هكذا ينقل فريق الرجاء البيضاوي بجماهيره التي تتعمق في هذا الأثناء على يميني في الفراج اليميني هنا 6 أحقاب من التاريخ جعلت من الرجاء فنا جميلا ولكل حقبة معنى سأعود الحديث عنها. هكذا هي الرسالة الرجوية لكن معطيات أخرى أتمنى أن أكون موفق في نقلها لكم أعزائي المشاهدين هنا من مركب محمد الخامس في ليلة كروية جميلة. تشكيلة الفريقين أعزائي المشاهدين والرجاء يدخل بالتشكيلة التالية. في حراسة المرمى يونس عتبة باقي الأسماء مراد عيني زكريا الزروالي عبد اللطيف جريندو سامي تجدين نبيل مسلوب مولاي عبد الله جليدي محسن متولي عمر النجاري عمر النجدي ومحمد أرمومن. الاحتياط ياسين الحظ رشيد السليماني ياسين الرمش خالد حمداوي بابسي ريديا جيم جون ويوسف أجناو. المدرب هو البرتغالي جوزي روما ويساعد رضوان حجري.
بالنسبة للجيش الملكي يدخل بالتشكيلة التالية: طارق الجرموني في حراسة المرمى، بقي الأسماء: الحسين شلة، مراد فلاح، عادل سراج، يوسف البصري، يوسف قديوي، عصام الراقي، جواد ودوش، مصطفى العلاوي، محمد أمين قبلي، وعمر بن دريس. الاحتياط يتكون من خالد عسكري، عبد الرزاق النصفي، عتيق شهاب، عبد الرحمن مساسي، ياسين نعوم، نور الدين قسيمي، ومحمد مديحي. المدرب السيد محمد فاخر، يساعده فاضلي. طاقم التحكيم ويتكون من خليل الرويسي كحكم وسط، يساعده عبد الرحيم السيف وسعيد عبد الله حكم الرابع، وميليو عبد اللطيف، والمراقب رشيد مزوداي من مدينة فاس. هكذا هي كل المعطيات، لحظات وتنطلق القمة الكروية المنتظرة، أحد أكبر القمم. مباريات الجيش الملكي مع أبناء البيضاء تكون كبيرة، نعم هكذا تكون كبيرة. بعد القمة والديربي، الرجاء والوداد أو الوداد والجيش، نترك الكل سعيد، نقول أن هناك الرجاء والجيش أو الوداد والجيش، هكذا يا قمم المستديرة. وعفوا لا أقلل من باقي الأندية المغربية، هي والله كبيرة على مستوى البطولة الوطنية، وتفعل الأجمل وتصنع الأروع لجماهيرها أينما حلت وارتحلت. إذن الجيش سيكون على يمين الشاشة مشاهدين الكرام، والرجاء البيضاوي سيلعب على يسار الشاشة. هكذا ستنطلق هذا القمة الكروية الكلاسيكو المئة مشاهدين بين الرجاء والجيش. 6 أحقاب من التاريخ، 59-69 سمتها الجماهير الرجوية بالمهد، 69-79 سمتها بالشعبية، 79-89 بالشهية، 89-99 الاجتياح، و 99-2009 بالعالمية. هكذا الرسائل التي ستكون هنا على يميني، والملعب ممتلئ، والجماهير الرجوية عودتنا كيفما كانت النتائج أن تكون حاضرة. نقطة إيجابية تحسب لجماهير الرجاء البيضاوي. الكرة ستكون في ملعب الجيش الملكي، والانطلاقة للعسكري الليلة للرهيب أمام الأحلام الرجاء البيضاوي، والصورة ستعاد من جديد، وسنتابع كيف ستكون في ذهاب ربما الرجاويون أكدوا على نسيانه 4 أهداف مقابل هدف، كانت مدوية، كانت بمثابة العلاج للصدمة بالنسبة للرجاء البيضاوي، صححت مجموعة من الأشياء. علاوي تعود الكرة، خروج الحارس يونس عتبة، الاحتياط وارد ممكن، التخوف واجب قد يكون هنا وهناك، وسنتابع من سيكون الصباغ، من سيكون المغامر، من سيبحث على بلوغ مرمى الآخر، كيف ستكون الطريق المعبد بالورود. لا، مستحيل في هذا الليلة أن يصل فريق على حساب الآخر إلى مرمى بورود معبد. أولى المحاولات هنا تبعد من جديد لصالح قديم، إمكانية المرور تعود للدفاع. هكذا ستنطلق سريعة على محالة، لعله لا زال سقط على الأرض، سنتابع. قوية دفاعية ستكون، روماو قالها، قال أن مباراة الرجاء قد تكون مباراة كباقي المباريات. لا أظن ذلك يا روماو، لأن روماو يعرف قيمة الخصم، يعرف قيمة هذا المباراة، وأكيد عمل على تصحيح أخطاء الذهاب وصنع فرجة هنا أمام الجماهير الرجاوية. محمد فاخر يعرف جيدا الفريق الرجاوي، وهو القادم من الرجاء، وهو ابن الرجاء، وهو صانع الفرحة كذلك بالنسبة للرجاويين في أولى الألقاب. كرة أمامية، هناك تسلل، إذن الجماهير هنا على يميني تهلل في ليلة كروية جميلة، سنتابع كل الأطوار فيها هنا منقولة بالصوت والصورة. حبيبي المتابع أينما كنت تتابع عبر قناة الرياضية أو راديو تلفزيون العرب AFP، نزال قوي، نزال قوي، سنتابع اندفاع بدني، سنتابع عفوا ثنائيات قوية. هكذا هي أولى المعطيات. خطأ لصالح الرجاء البيضاوي، عملية تنفيذ، كرة أمامية في الوسط، شرط لصالح الرجاء،
كل شيء ممكن في عالم المستديرة، لكن القمة هي مرتقبة وعين باقي الأندية المتصدرة وعلى رأسها الدفاع الحسني الجديدي. أكيد هم يتابعون اللقاء دقيقة بدقيقة. تعود الكرة في الوسط بحث عن المرور، تمريرة جاري، دفاع قوي، خطأ يقول الحكم لصالح الرجاء البيضاوي. كان قريب من العملية الأخيرة. نتابعنا تدخل محمد أمين قبلي صاحب الهدف رقم 80 في مباريات الكلاسيكو بين الرجاء والجيش. تعود الكرة الدفاع، عين العائد من تجربة احترافية بالإمارات للبيت الرجاوي، قبله كان بالجديد. هنا خطأ آخر لصالح الرجاء البيضاوي، خطأ لصالح الرجاء. تابعون الجماهير والاحتفالية الكبيرة، هي ترغب، هي تطمح، هي تريد الفوز هذه الليلة. الجماهير الرجاوية يعني بكل صراحة 10 مباريات الرجاء منذ 2003 لم يذق طعم الفوز على الجيش الملكي. وهنا خطأ سينفذ لصالح الرجاء. شلايدي أو مسلوب، تسديدة قوية أرضية تعود من أشلة قديوي، تمرير الجهة اليمنى، شرط لصالح الرجاء. شلايدي يبحث عن المرور، كاش هناك خطأ لصالح الجيش الملكي. أمامية جريندو، عتبة، عتبة هزيمة الذهاب كانت إيجابية بالنسبة لعتبة عكس بورقادي، سببت في غياب بورقادي عن حراسة المرمى، لم تشفع له بمجموعة من الأشياء، فيما عادت بالنفع على عتبة الذي أخذ فرصته في حراسة عرين الرجاء البيضاوي. عرين الرجاء البيضاوي الذي لم يستقر على اسم منذ رحيل مصطفى الشادلي، محمل بكل الألقاب. هنا إعادة الخطأ بعد تدخل محسن متولي في حق سراج. تعود الكرة، هناك شرط، الجيش الملكي يدخل بأربعة مدافعين، هناك بندريس وشلة، هناك فلاح وسراج. تابعونا كرة في الوسط الجهة اليمنى، بحث على المرور، شرط سينفذ الآن ثروالي، بحث على المرور، هناك صراع، تقدم شلة، كاينش هناك خطأ يقول الحكم، كاين التمرير، كرة أمامية خطيرة لصالح الجيش الملكي، التغطية كانت حاضرة من عميد الفريق جريندو، خبرة كبيرة تلعب. هنا محاولة تعود ودوش، خطير ودوش، محاولة المرور من الجهة اليسرى، البحث عن تقدم الآن، صراع والتغطية والكرة ضربة مرمى لصالح الرجاء البيضاوي. كرة لصالح الرجاء، ودوش كان يبحث عن المرور، عمر نجدي والبصري، عتبة في التنفيذ. تابعونا الإعادة، تغطية سامي تجدين أمام جواد ودوش، كرة أمامية رأسية، لا مكان للخطأ في مباراة اليوم. هنا وهناك الخطأ قد يكلف الفريق غالي جدا، قد تكون تكلفة الخطأ غالية في هذا اللقاء. في الوسط الآن محمد أمين قبلي، إمكانية المرور، محمد أمين قبلي، تسديدة قوية، تسديدة قوية من محمد أمين قبلي. أسماء وازنة في صفوف الجيش الملكي، ترسانة قوية، سياسة رائعة نهجها الجيش الملكي في جلب أقوى الأسماء على مستوى البطولة الوطنية. في الوسط ليس هناك خطأ يقول الحكم، شليدي تمرير اليسرى أو إخراج الكرة بكل روح رياضية. هناك سقوط اللاعب بندريس والجاري أو الراقي عفوا والجاري، حضور أرمومن بقميص الرجاء هذا اليوم. هنا التسديدة الأخيرة من محمد أمين قبلي، بحثاً عن الحل قد يكون عن طريق التسديد. قلت أرمومن يلعب بقميص الرجاء البيضاوي، هو الذي حرم ذات يوم الرجاء البيضاوي من حمل لقب 2004-2005. نعم هو
المؤمن الذي سجل هدفين هنا وحرم الرجاء من اللقب. هو يعود لفريق الأول فريق الرجاء البيضاوي طامحا إلى تحقيق نتائج إيجابية وحصد الألقاب رفقة هذا النادي. أتحدث دائما عن أرمومن القائم القادم والعائد من لوكرين البلجيكي. شرط ينفذ الآن في الوسط الحيطة والحذر التخوف عدم المغامرة والمجازفة سمة الدقائق التي مرت في حد الساعة. تعود الكرة شط أو خطأ لصالح الجيش الملكي. تعود الإعادة علاوي هداف فريق الجيش الملكي هداف منتخب المحليين الأقصية من الكأس الإفريقية للمحليين أمام المنتخب الليبي الشقيق. كرة صالح الجيش لاعتماد على الكرات العالية بحكم وجود العلاوي ذو القامة الطويلة الذي بإمكانه تحضير الكرات بالنسبة للمهاجم الثاني في أغلب الأحيان. أجل كرة عالية أمامية 40 سنة من بالنسبة للاعب أجل خبرة كبيرة أسماء بارزة تلعب في هذا المباراة. هنا وهناك عملية المرور هنا محاولة ويعود هناك شرط. تحدث عن أجل عن عمر النجاري عن عبد اللطيف جريندو أسماء ذات حمولة تاريخية كبيرة تلعب هذا النزال هذا اللقاء في هذا الليلة الكروية في الكلاسيكو 100 بين الرجاء والجيش. نجاري صراع كبير تعود الكرة القيمة البدنية لا قيمة ولا وزن حاضر في هذا اللقاء. العلاوي يمكن تحضير الجهة اليمنى تعود من جديد اعتماد على الأطراف محاولة المرور هنا قديم يكون عرضية لكن لصالح الحارس يونس عتبة. قديوي مر بشبان رجاء كذلك أسماء عديدة مرت هنا وهناك لعبت بهذا القميص وذاك. كرة عالية سنعود للحديث عنها فيما بعد في الوسط الآن. سراج تخرج كرة الشرط سراج كذلك من رجاء للجيش كذلك أسلوب هنا وهناك رجاء والجيش أرمومن الآن رجاء والجيش كذلك خطأ يقول الحكم لصالح الجيش الملكي. تابعون الإعادة حكم كان قريب من العملية في نزال البصري وأرمومن. هنا روماو هذا هو المدرب الذي يبحث عن لقب آخر بلون أخضر بعدما فاز به بالأحمر رفقة الوداد البيضاوي. حاول هنا تعود عمليه الحفاظ على الكره من جديد عمليه التقدم عيني مراد عيني الانطلاق امكانيه التمرير البحث عن كاس بعد الامطار عمليه تبغل المراد هناك خطا يقول الحكم تعود بعد رده فعل الجماهير. هنا جريندو في الوسط قد يكون الحل الفردي في بعض الاحيان هو الحل. اسلوب امكانيه التمرير الجهه اليسرى هناك عمر الجاري عمر الجاري ومراد فلاح شرط مرتفع لاحظ هنا عيني كان يبحث عن التوغل والتقدم وكان هناك صراع بين عيني والسراج والراقي كذلك. هنا محاولة فلاح الرجاء البيضاوي من جديد ارتفاع الايقاع في هذا الاثناء ميزة الرجاء محاولة نجاري لازال يحافظ على الكرة عملية تمرير جهة اليسرى شرط لصالح الرجاء تفاعل الجماهير هنا محاولة من جديد تعود الكرة صالح الجيش الملكي. يمثل المغرب على مستوى كأس شمال إفريقيا للأندية البطلة وعلى مستوى عصبة الأبطال وكأس الأبطال الإفريقية. جريندو كرة أمامية نتيجة التسلل تعود من جديد لصالح الرجاء إمكانية التوغل البحث عن الدخول إمكانية التسديد الآن و حكم يقول ضربة مرمى لصالح الجيش الملكي. سؤال الضرب لكن بدون أي بصمة حقيقية وقوية وخطيرة على مرمى الجيش الملكي من طرف الرجاء البيضاوي. نتابع على الإعادة إدريس وجليدي اللمسة الأخيرة كانت لجليدي انطلاق من جديد كرة أمامية عالية مرصع
الفرنسية. الكوادوش تحضير محمد أمين قبلي تمريرة أمامية، هناك جريندو سامي تجدين جهة اليمنى، ضغط على حامل الكرة تعود الكرة للسراج سرعة الجيش الملكي، ضغط هنا وهناك متبادل، هنا محمد أمين قبلي البحث على المرور والدوش والكرة صالحة الجيش الملكي يبطل الحكم محمد أمين قبلي صرف جمعية السرية المغرب التكواني أسماء البارزة كذلك صرف الجيش الملكي، كل الأسماء سواء احتياطية وأساسية للجيش هي أسماء قوية بارزة في صفوف الجيش الملكي. في الوسط ضغط على حامل الكرة من طرف الرجاء البيضاوي، دعوه محسن متولي إمكانية المرور خطيرة الكرة على الرجاء البيضاوي متولي إمكانية التقدم، هنا النجاري تمريرة عرضية فرصة وخروج الحارس الجرموني، كل المحاولات الخطيرة لصالح الرجاء البيضاوي لم تستغل، تعود الكرة لصالح أوشلا، المبادرة بالضغط والمباغتة هكذا هو السلاح الذي يبحث عنه الرجاء في مرمى الجيش الملكي كما كان الحال في الذهاب عندما باغت الجيش الملكي الرجاء وسجل أولى الأهداف وصنع الانتصار هناك بالرباط. تعود متولي إمكانية التسديد، تسديدة قوية متولي لكن بعيدة فوق مرمى الحارس طارق الجرموني، محسن متولي هي كذلك صفوف الرجاء البيضاوي أبرزها عبد الصمد بحقي عن أبرز الأسماء في صفوف الرجاء البيضاوي، يغيب عبد الصمد بحقي والحاج كذلك الحمل أربع بطاقات صفراء وسعيد عبد الفتاح، هكذا نبدأ الشطر الثاني من البطولة الإياب في دورته الثانية، أكيد ستكون هناك غيابات وإصابات وأشياء عديدة، ومن له الترسانة القوية للبقاء والصمود هو الأقرب لبلوغ البطولة الوطنية وأن يحمل فوق هودج البطولة. حوار بين ودوش والحكم خليل الرويسي، جريندو الكرة الجيل يسرع عملية الانطلاق، جليدي التغطية كانت حاضرة حول الجديد تعود وكرة صالح الجيش، يقول الحكم جهة اليمنى قديوي هنا شرط لصالح الرجاء، جيش الرجاء تواصل جماهيره يساري كذلك جماهير الجيش حاضرة هنا لتشجيع فريقها فريق الجيش الملكي، أولترا عسكري كذلك حاضرة، صراع آخر بين الجماهير الاحتفالية والأهزيج والأناشيد ومتابعة كل صغيرة وكبيرة، لصالح الجيش الملكي راقي صار راقي تنفيذ صار راقي في عملية التنفيذ، الآن سنتابع هذه الكرة لصالح الجيش الملكي، هذه الكرة تعود من جديد هناك سراج، التغطية كانت حاضرة تعود مرة أخرى نجاري ومنجاري محاولة تعود من جديد سامي تجدين والتغطية محمد أمين قبلي وشرط لصالح الرجاء البيضاوي يقول الحكم، سامي تجدين تولي تجدين رمامية عمر نجدي، التغطية من بندريس أمام عمر نجدي خطأ يقول الحكم لصالح بندريس، ستكون هناك حراسة فردية لصيقة لأبرز عناصر الرجاء البيضاوي على مستوى خط الهجوم، عمر نجدي محسن متولي قديوي فرصة لصالح الجيش الملكي البحث عن التوغل والتمريرة تعود لصالح الرجاء زروالي التمرير مسلوب تعود لصالح الجيش الملكي فرصة لصالح الجيش الآن لاعب سقط على الأرض
ثم واللاعب جليدي، نعم جليدي قدم لفريق الرجاء البيضاوي من الكوكب المراكشي الموسم الماضي رفقة السلالي. تابعونا الإعادة، تدخل مراد فلاح لاعب الوداد سابقا الجيش الملكي حاليا، الجيش الملكي الذي انتدب في أقوى انتدابات هذا المركز الشتوي. لاعب مديحي من صفوف المغرب التطواني، الإشارة هو على مستوى الحضور وحاضر في دكة احتياط فريق الجيش الملكي، قد يكون أحد مفاتيح اللعب بالنسبة لمحمد فاخر. بالتالي رحل جواد قدار إلى صفوف المغرب التطواني. جليدي أرمومن، خطأ صالح أرمومن، تدخل كشلة الأمس، منافس اليوم في مباراة الرجاء والجيش، هكذا حال كرة القدم قد تدور. هنا فرصة، هناك تسلل، هناك تسلل يقول الحكم المساعد. ألقاب عديدة هنا على مستوى رقعة الميدان سواء للجيش أو الرجاء، أرقام قوية تتحدث عن نفسها. الجيش الملكي 8 بطولات بالنسبة للرجاء، 20 بطولة موجودة هنا على مستوى رقعة الميدان بين الرجاء والجيش الملكي. هنا محاولة فرصة لصالح الرجاء من جديد، عملية توغل هنا عمر النجاري، إمكانية تمرير كرة أمامية، فرصة لصالح الرجاء، خطيرة المحاولة، أولى الفرص القوية الحقيقية لصالح الرجاء البيضاوي كانت على طريق المؤمن، أولى المحاولات التي حركت هنا الجماهير الحاضرة. نتابع، لاحظ عمر النجاري بلمسة كاد يغير كل شيء، تمريرة أمامية، لاحظوا أرمومن هنا يتقدم أمام البصري وكان بإمكانه افتتاح التسجيل، لكن الخبرة تتحدث عن طريق طارق الجرموني ينقذ مرمى الجيش الملكي. هنا هنا محاولة أخرى عن طريق ركنية، زاوية لصالح الرجاء، العرضية تنفذ الآن، دائرية، فرصة رأسية، واو ما أخطر، هذه المحاولة كانت أخطر من الأولى. لاحظوا الاندفاع الرجاوي في هذا الأثناء، متولي عمر النجاري، إمكانية تسديد، تسديدة قوية، أوه. ثلاث محاولات خطيرة هنا في هذه الدقائق من طرف عناصر الرجاء البيضاوي. لاحظوا سنتابع الإعادة، ثلاث محاولات قوية، واحدة تلو الأخرى، لاحظوا أن الرأسي والإبعاد عن طريق الدفاع أو إن صح القول عن طريق السلال، وتسديدة مراد عيني كادت أن تفعل ما لم يكن منتظر من طارق الجمهوري. تابعنا الإعادة، لكن هي كانت محاجة في آخر المطاف لمرمى الحارس الجرموني. هنا نية الرجاء تتضح ببلوغ مرمى الجيش الملكي، سنتابع، هناك رد من طرف العناصر العسكرية، كرة أمامية الآن، محمد أمين قبلي، تسديدة تعود، صالح الدفاع، جليدي، لا زال يحافظ على الكرة، جليدي في وسط الميدان، بحث عن المرور، توغل، هناك خطأ، وأولى البطاقات الصفراء، أولى البطاقات الصفراء لمحمد أمين قبلي، أولى البطاقات الصفراء يقول الحكم. محمد أمين قبلي كان ذكيا في هذه المحاولة، لأنه أوقف بناء هجومي خطر من طرف مسلوب، عفوا ليس جليدي ومسلوب، كرة أمامية من جديد، رأسية البصري، الجيش يعود للدفاع للتغطية، هنا أرمومن لا زال يحافظ على الكرة، أرمومن تمرير الجهة اليمنى، محسن متولي، متولي البحث عن التوغل، تغطية من أشلة وركنية لصالح الرجاء، ضغط الرجاء في هذا الأثناء على مرمى الجيش الملكي، الجيش في دور دفاعي في نصف ميدانه خوفا من استقبال هدف الرجاء، ولمن ستكون الفرحة، هل للرجاوية الخضراء أم للعسكرية الرباطية؟ سنتابع، هنا ركنية أخرى، عمر النجاري، تمريرة عرضية دائرية، أشلة بالرأس، تعود من جديد، قد يكون هجوم مرتد سريع، تمريرة اليسرى،
هناك الشر، الضغط يولد الأخطاء في بعض الأحيان، عدم التركيز. هنا سامي تجدين في التنفيذ، سامي تجدين، أرمومن في حوار ثنائي مع البصري، تمريرة هنا الجهة اليمنى، إمكانية العرضية، سامي تجدين عرضية عالية رأسية، مرة أخرى خطيرة للدفع الخطورة، خروج الجرموني في آخر المطاف. محاولة هناك العطاوي، تعود الكرة الجهة اليمنى، الله ينزل يحافظ على الكرة، إمكانية المرور الآن، تعود للوسط، راقي هناك خديوي الجهة اليسرى، خديوي حوار آخر، تمريرة عرضية تعود من جديد، ودوش فرصة محمد أمين قبل تسديد اتجاه المرمى، لكن تدخل الحارس يونس عتبة، تدخل سريع من فريق الجيش الملكي، محاولة من جديد لصالح الرجاء، الجاري خطأ، صالح عمر الجاري، الجهة اليمنى، سامي تجدين، كرة أمامية، نجدي، شرق، صالح الجيش الملكي، في ذهاب الجيش والرجاء، رجاء البيضاوي بعد انهزامه حاول تصحيح الأخطاء وعاد من جديد بعد علاج بالصدمة أمام الجيش الملكي لتحقيق نتائج إيجابية. هنا خطأ بعد تدخل من البصري لحق أظن عمر نجدي، حسنية أكادير سابقا، أحد أبرز أسماء خليفة العنودي كما يسمونه الجماهير الرجوية، هكذا تلقب عمر نجدي، طموع كبير يحدو جماهير الرجاء البيضاوي في عودة التألق على يد هذا اللاعب أو على حساب قدم هذا اللاعب إن صح التعبير. هنا مسلوب عملية تنفيذ، كرة ثابتة أخرى لصالح الرجاء البيضاوي، الآن الرجاء يعتمد على أرمومن بالنسبة للكرات العالية، كرة عالية أمامية، فرصة هناك ضربة مرمى لصالح الجيش الملكي، مراد عيني ذهاب إماراتي وإياب مغربي، عودة للرجاء البيضاوي، كذلك جون الصابت للعين والرديف الفرنسي مارسي يسجل الهدف في مبارياته أمام أولمبيك أسفي على مستوى بنك احتياط فريق الرجاء، رأسية هنا جريندو، تعود الكرة جديد لصالح الجيش الملكي، شرق هناك أحد اللاعبين مصاب، واللاعب جواد ودوش، أتمنى ما تكونش إصابة خطيرة رياضية عالية بين اللاعبين، لاعبين الرجاء والجيش والوداد وكل الأندية المغربية هم أصدقاء يجمعون صداقة كبيرة، سيد محمد فاخر وروماو حوار مغربي أجنبي برتغالي، لمن قال في برنامج مستودع أن في المغرب عدد كبير من كريستيانو رونالدو، وصاحب هذا المقولة قال جوزي روماو، تحدث عن الذهاب، تحدث عن عملية انتقال، على ذكر روماو تحدث كذلك على عملية انتقال الطير إلى الإمارات، إلى نادي الإمارات الإماراتي، فالقيل والقال كثر في صفوف الرجاء البيضاوي وجماهيره عن رحيل الطير، الطير هداف الفريق، الطير الذي صنع الأفراح الرجاوية على مستوى الذهاب انتقل إلى الإمارات، يعني التساؤل كذلك أجاب عنه روماو عندما قال أن هناك احتياجات في النادي يجب أن أكون محترف وأن أتماشى مع احتياجات النادي،
لكن ربما رأى أن هناك الخلف في من قدم مكان الطير. الانطلاق الآن، تشتين، فرصة رجوية، هناك مساحة، إمكانية التمرير، كرة الجهة اليمنى، وهناك تغطية حاضرة من عمر بن دريس. عمر بن دريس بعدما لم يتوفق البصري في التغطية الفردية لأرمومنا، وبن دريس يتكلف الآن بالبصري، أو عفوا بأرمومن، فيما البصري يتكلف بعمر نجدي. في بعض الأحيان يصبح البصري في تغطية أمام عمر النجاري. جريندو تولي تشتين، أرمومن راسية ونتولي، تدخل تعود أرمومن، فرصة جاية ونكيش هناك تسلل، إمكانية العرضية الآن، عرضية دائرية، تدخل بن دريس، كل قتالية، خروج الحارس أجدر موني فوق الكل. قتالية كبيرة من مدافعي الجيش الملكي أمام هجمات الرجاء البيضاوي. علاوي تعود الكرة، هناك قديوي حولة المرور، قديوي البحث عن التغطية من طرف عناصر الرجاء، قديوي لا زال يحافظ على الكرة، إمكانية العرضية الآن لقديوي، مراوغة لكن التغطية كانت حاضرة. يحاول الفلوس، يعود القديوي، خطيرة القديوي، إمكانية التسديد الآن، سنتابع محاولة تمريرة، فرصة، خروج الحارس منتعبة داخل المضرب، محاولة خطيرة للجيش الملكي كذلك في هذا الأثناء. أرمومن أخذ ورد بين الفريقين، صراع كبير، لاعب مفتوح في هذا الأثناء، فرجة كروية، طبق رائع، تعود للدفاع، عملية إبعاد شرط، مبدأ السلامة، الأقرب هو الشرط، قد أعيد الكرة للوسط وتعود رجوية خطيرة، هكذا ربما فكر بن دريس. تابعنا الإعادة، تمريرة فنية رائعة جميلة، نتابع لقطة رائعة من من الداهية القديوي، أحد أبرز الأسماء في البطولة الوطنية، لكن التغطية من مراد عيني واصطدام عيني مع يونس عتب. أرمومن نزل حفظ على الكرة، أرمومن شرط، 30 دقيقة مرت من الشوط الأول، نتيجة لازالت بالبياض 0-0. سامي تجدين، بن دريس إبعاد، كرة عالية، هناك محمد أمين قبلي، خطأ صالح الجيش الملكي، إصابة محمد أمين قبلي، اصطدام مع اللاعب نبيل مسلوب. عشر لقبا لكأس العرش هي على رقعة الميدان بين الجيش والرجاء، 10 ألقاب عسكرية و6 رجوية، ألقاب عديدة قلت، 4 ألقاب للكأس الإفريقية البطلة، 3 رجوية ولقب 1 عسكري، ألقاب عديدة هنا وهناك، لقب عربي كذلك في كأس الأبطال العربية لصالح الرجاء. مولى بالنسبة للألقاب، بالنسبة للفريقان كبيران في المنظومة الكروية المغربية، الجيش الملكي والرجاء البيضاوي. تابع تسديدة محسن متولي، صورة احتفالية من الجماهير الرجاوية على يميني، والإعادة لأخطر محاولات الرجاء، سباج الرجاء بالأمس، ابن الجيش الآن ينقذ مرمى الجيش الملكي. هنا صالح الرجاء، جريندو التنفيذ، مباراتان مؤجلتان من الجمعية السلوية وأخرى أمام المغرب التطواني، تبقى مباراة أخرى مؤجلة عن البطولة الوطنية هي للمولودية المجدية والوداد. كرة عالية الآن في الوسط، محمد أمين قبلي، محسن متولي، دخول سراج، بن دريس، سابق الاتحاد التورقي، توارقة، بعده الجيش الملكي، هناك ركنية، خذ الحكم خليل الرويسي،
وفقاً للأندية التي لم تنعزم على ميدانها حتى البطولة الوطنية لحد الساعة. رقمية ويقول لصالح الجيش الملكي في هذا المباراة. قطيوي في التنفيذ. قطيوي رقمية دائرية عالية، فرصة خطيرة تعود بالرأس. المؤمن عملت الانطلاق الآن. سيلا حفظ على الكرة المؤمن. هي جسمانية قوية. عرضية الكرة. راس فلاح. تعود لصالح الرجاء من جديد. تمريرة فرصة الجميع سرعة محاولة خطيرة لصالح الرجاء. البيضاوي الآن داخل المنطقة المحرمة. تمريرة عرضية. لتصبح هدفا في مرمى الجيش الملكي. إذن هدف مقابل لا شيء في الدقيقة 33 مشاهدينا. 33 دقيقة مرت وهنا هدف للرجاء. نتابعنا الإعادة. نعم شنايدي داخل المنطقة المحرمة تلعب الكرة وهنا الزروالي ومسجل الهدف. الزروالي كان صاحب الهدف بعد تمريرة شنايدي. نعم زكريا الزروالي هدف مقابل لا شيء. هدف مقابل لا شيء، ربما هدف هو يساوي الشيء الكثير هذا الهدف بالنسبة للجماهير الرجاوية وعاشقي البيت الأخضر. هدف أمام الجيش الملكي قد يكون أغلى 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 من مجموعة من النتائج، من مجموعة من المعطيات، لأن الهدف وراءه خلفيات كبيرة إن كانت المباراة مباراة الرجاء والجيش الملكي. للتذكير 32 مباراة هي انتصارات للرجاء مقابل 30 انتصار للجيش الملكي. يتحدث عن التاريخ هنا كذلك 81 هدف سجله فريق الجيش الملكي. هنا محاولة عرضية كان بإمكان فريق الجيش الملكي تسجيل هدف التعادل. كان بإمكان الجيش الملكي تسجيل هدف التعادل عن طريق مراد فلاح لولا العارضة. نتابع كان بإمكان الجيش تسجيل هدف. لاحظوا الإعادة. خروج يونس عتبه العرضية تنقذ مرماها العارضة من القديمي، عفوا ليس فلاح، القديمي كاد أن يفعلها ويوقف فرحة الجماهير الرجوية في ثانية. نعم في ثانية كان بإمكان كل شيء يتغير. إيقاع مرتفع، حماس كبير. إذن الجيش والرجاء في الموعد، في النزال المرتقب، في الصورة الجميلة، الكل يلعب أداء جميل جدا على مستوى رقعة الميدان. العشر دقائق الأولى كان هناك احتياط تخوف، بعد ذلك أصبح الكل يغامر يبحث عن التسجيل، عن الفرحة، عن الثلاث نقاط. لا ليس الثلاث نقاط، هي ستة في مباراة الليلة لمن سيفوز. هناك من يترقب. الدفاع الحسني الجديد ينتظر. مباراة الليلة هي تهم الأندية الأخرى كذلك. إذن من ينتصر الليلة يمكن أن نقول بكل صراحة قد يقترب من اللقب بمسافة كبيرة جدا. سواء الجيش عملاق السنين الأخيرة في الكرة المغربية أو الرجاء البيضاوي الطامح لعودة الأضواء وعودة الاحتفالية لجماهيره. محاولة هنا تغطية دفاعية في الوسط رأسية تعود من جديد. علاوي بندريد يخرج الكرة بكل روح رياضية. هناك لاعب تقطع الأرض وسامي تجدين. آخر مباراة كانت بين فريقان رغم أن مباراة الذهاب كان التعادل. هذا المقابل كان مباراة ميكرو المخطئ بمدينة الجديدة بالنسبة للرجاء. هدف مقابل هدف سجل الرجاء أولا وتعادل الجيش. ومباراة الذهاب كانت صفر مقابل صفر. آخر انتصار يعود للرجاء كان موسم 2003-2004. هنا الإعادة الهدف كان هدف
للرجاء مقابل لا شيء للجيش الملكي موسم 2003-2004. بعد 10 مباريات الرجاء لم يحقق نتيجة إيجابية لولا التعادلات أمام الجيش الملكي. بعد التعادلات والباقي انتصارات بالنسبة للجيش الملكي الذي كان دائما يتعمق ويحقق النتائج الإيجابية أمام الرجاء البيضاوي. تابعنا لإعادة المحاولة الخطيرة من القديوي الذي كان بإمكانه تسجيل هدف التعادل، كان سيبقى تاريخي لو سجل هذا الهدف. نتابعنا لإعادة هكذا تدون بالأقلام ليالي الرجاء والجيش، التاريخ ويعاد كتابة السيناريوهات. نعم يبقى التاريخ حاضرا على أحد أجمل المباريات وأروعها من من؟ من أروع المنتوجات البطولة الوطنية المغربية. عاشقين في كل مكان، الرجاء والوداد كانوا في الموعد، أحلى الأطباق أجمل الصور، ليس الأطباق المعروفة أطباق كروية، لمحات فنية، أداء راقي جميل من الأخضر الرجاوي النسر ومن الرهيب العسكري الجيش. صاحب الازدواجية الموسم الأخير، هنا كرة تمريرة أمامية تعود لأشلة، الجيش سيخرج للبحث عن تسجيل هدف التعادل لإعادة ترتيب الأوراق والصفوف. محاولة المرور فلاح، الجيش فاز في الذهاب على الرجاء والوداد كذلك في مباراة أثارت القيل والقال وأزالت مداد الصحف الوطنية ووسائل الإعلام. الجيش سرح كل من جواد قدار للمغرب، التدواني، الوهابي، ليوسفية برشيد، عادل لطفي، الوداد فاز، وياسين نصر صافي لشباب الحسيمة. أما الرجاء فكان هناك عودة عيني، جول وأرمومن، تم رحيل هشام العمران المغرب التطواني، عبد العالي السلالي، حسنية قدير، حسن الطير الإمارات الإماراتي، وحسن الداوي للشارقة الإماراتي. أسماء كبيرة مرت هنا وهناك. الذهاب عنونا برب ذرة نافعة أو رب هزيمة نافعة بالنسبة للرجاء. هنا الإياب، لحد الساعة ليس هناك أي سيناريو رأسية عالية تعود من جديد. وسائل صالح الجيش الملكي، راكي خطأ يقول الحكم لصالح الجيش. الجيش الملكي انهزم هذا الموسم في 3 مباريات أمام النادي القنيطري، حتى الساعة تحدث أمام النادي القنيطري، أولمبيك فريبكا وأولمبيك أسفي. نتابعنا الإعادة، 3 هزائم محسوبة للجيش الملكي، هزيمتان للرجاء كانت لأبناء العدوتين للجيش والجمعية السنوية، هم كان من هزم الرجاء البيضاوي فقط على مستوى الذهاب. كرة أمامية أرمومن، نقطة إضافية لصالح الرجاء، بنية جسمانية أعطت ثنائيات قوية، كان الأغلب فيها لأرمومن مع مدافعي الجيش الملكي الموسومين والمعروفين بالقوة البدنية والحضور كذلك في التدخلات القوية بكل صرامة. الرجاء البيضاوي عانى كثيرا على مستوى خط الهجوم، لكن يبقى هو صاحب أكثر الأهداف في البطولة الوطنية، حيث سجل لحد الساعة 24 هدفا. هنا محاولة أخرى لصالح الجيش الملكي، إمكانية العرضية عالية، خروج يونس عتبة وضربة مرمى لصالح الرجاء البيضاوي. 24 هدفا باحتساب هذا الهدف، 25 هدف لصالح الرجاء البيضاوي، وهو الذي يعاني على مستوى خط الهجوم. أتحدث عن الرجاء البيضاوي، يعني يا لغرابة الصدف أن تكون بدون مهاجمين، أن تكون تعاني على مستوى الهجوم، تبحث على مهاجم وأنت في نفس الوقت تسجل 25 هدف في البطولة الوطنية، يعني أن خط وسط الفريق سليم جدا، أن خط وسط الفريق على مستوى الارتداد، على مستوى التمريرات هو حاضر، يبقى صاحب اللمسة الأخيرة. هنا محاولة نجاري، نجاري لم يكن في موفق في أغلب الثنائيات على مستوى وسط الميدان، أضاع العديد من الكرات أمام التدخلات القوية والمعقلنة للاعبي الجيش الملكي على مستوى الوسط. القمة حاضرة، في القمة المئة الآن. هنا كرة عالية، العلاوي رأسية خطيرة، هذا هو العلاوي، هذا هو مصطفى العلاوي برأسياته القوية، في لحظة ممكن أن يغير كل شيء. في لحظة العلاوي كان بإمكانه يسجل هدف التعادل، لاحظوا الإعادة، لكن الرأسية كانت فوق المرمى في آخر المطاف.
نعيش الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول. هدف للرجاء مقابل لا شيء للجيش الملكي. كيف ستكون باقي الدقائق؟ هل ستكون نار حارقة في هذا النزال؟ أم ستكون بسيناريو آخر؟ أمتعونا في الشوط الأول سواء الجيش أو الرجاء. كان هناك هجومات وبعث وكرة للجيش، فرصة خطيرة داخل المستطيل، محاولة تسديد، لازالت كرة على الجيش الملكي إمكانية تسديد، تسديدة تعود. هجوم مرة أخرى لصالح البصري. كلما تقدم السراج يعود البصري مكان السراج للتغطية. أشلة 40 سنة، عطاء وفير سقي بالنسبة لهذا اللاعب حسين أشلة. شرط الصفار قوي من طرف عناصر الجيش الملكي في هذا المباراة. ذات يوم قال رماو أن الهزيمة في مثل هذه المباريات تبقى ذات عواقب وخيمة طيلة مباريات أخرى تؤثر لمدى طويل على مسيرة الفريق. العديد هي الأسماء التي جاورت الفريقان. ناطير، أرموم، من قاسمي، عبوب، حافظ، عبد الصادق، سراج، الغريسي، مسلوب والقديوي. يحضر مسلوب، يحضر سراج، يحضر ناطير، يحضر أرمومن، يحضر القديوي، قاسمي كذلك يحضر في مثال اليوم. هنا كرة أخرى لصالح الرجاء البيضاوي، كرة ثابتة، مسلوب في التنفيذ، عملية التنفيذ الآن. كرة أخرى لصالح الرجاء البيضاوي، تلعب دائرية عرضية عالية، تصبح ركنية لصالح الرجاء البيضاوي. دقيقة واحدة تفصلنا عن نهاية الشوط الأول. سيري يقوم بعملية الإحماء، قد يكون أولى التغييرات بالنسبة للشوط الثاني هو سيري. هنا الركنية ستنفذ الآن لصالح الأخضر الرجاء البيضاوي. هنا الركنية الآن تقدم محسن متولي. محسن متولي إمكانية العرضية الآن، حاول من جديد جليدي، إمكانية العرضية تعود بالرأس القديوي. جليدي من جديد، صراع مع ودوش، تعود الكرة لصالح الجيش الملكي أو أرمومن لصالح الرجاء. أرمومن البحث عن التمرير، تمريرة لصالح الرجاء البيضاوي، عرضية عالية، فرصة لازالت خطيرة. صراع كبير الآن وتسديدة قوية فوق المرمى، كبيرة من عناصر الرجاوي لتحقيق الفوز. يعني منذ مدة لم نرى الرجاء في هذا التصميم وفي هذا يعني القوة بحثا عن تحقيق نتيجة إيجابية. لاحظوا عيني في دور الرقم 10 في دور المهاجم المراوغ يبحث عن التمرير وأرمومن كرة كانت فوق المرمى. تابعونا لإعادة اللقطة الأخيرة، تصميم كبير جدا من عناصر الرجاء البيضاوية وتحفيز نفسي كبير يتضح من معالم مردودية كل عناصر في صفوف الرجاء البيضاوي. هو الإصرار يتضح في لحظة. هذا رماو من له النفس الطويل القادر على الصمود في رحلة الشتاء والخريف والربيع والصيف. هي بطولة وطنية من 30 دورة، الفائز فيها يدخل التاريخ، يدخل التاريخ ونقول أن البطل فوق الهودج وتزف له الطبول، تقرع له الطبول هذا البطل ويشارك في المحافل الإفريقية الكبيرة، قد يصل حتى العالمية تحت لواء الفيفا كما فعل الأخضر ذات يوم عندما أصبح العالمي وهو يصل في 2000 هناك بالبرازيل. كرة عالية بالرأس، تعود مجديد، سميتها جديد، أمامية، ترموني، إشارة أخير كاد رحمة الرجاء البيضاوي صنع إنجازا كبيرا في البطولة الأولى. هو
وكذلك مدرب لي تحدث عن مدربين هنا وهناك ومدرب الجيش الملكي حاليا كما كان سابقا كما كان للمنتخب الوطني المغربي كرة عالية أمامية الجيري هنا فرصة لصرع الجيش الملكي تغطية كانت حاضرة في المطار من زكريا الثنواري بك فتحي جمال كذلك مرة هنا وهناك مستوى الإدارة التقنية وهناك أونري إسطنبولي حضر هنا وهناك كذلك على مستوى المدربين كرة عالية أمامية الجهة اليسرى فرصة لصالح الجيش الملكي وحكم يقول شر بك أنا فلوس كذلك الحاضر في البلاطو يبقى هو الهداف الجيش الملكي في مباريات أمام الرجاء هو المدرب الحالي شباب الصخيرات قلت أن الجيش تنتظر مباراة قوية أمام النادي الإفريقي الأسبوع القادم نتمنى التوفيق للعسكري ممثل البطولة الوطنية والراية المغربية في كأس شمال إفريقيا الأندية البطلة نتمنى أن يحمل اللقب فريق الجيش الملكي كما عودنا في المحافل الكبيرة والنهايات الكبيرة كذلك هنا مباراة للدار أمام سبورتينغ فراي على مستوى الكأس الإفريقية للأبطال وهنا الحكم أرويسي ينهي الشوط الأول تحت تصفيق الجماهير لفوز الرجاء هدف لزكريا الطروالي مقابل لا شيء للجيش الملكي شوط أول ممتع بهجمات قوية وفرجة كروية طريقة أعتقد بأن لعب جماعي هو اللي أعطى الفرصة للاعبين ثم هناك يعني خطأ على مستوى التغطية ديال اللاعبين فريق الجيش الملكي بطبيعة الحال كما نقولوا دائما التمريرات الجانبية كتكون خطيرة سواء المدافع ماركي أو المهاجم مدافع ديال الفريق الأصل ديالو يعني مدافع حالياً أنه هو اللي كيحل المشكل اللي وقع في وسط الميدان بالنسبة للرجاء التحركات ديالو هي اللي ساعدت المجموعة ديال وسط الميدان ديال فريق الرجاء باش يسجل الهدف نعم وسمح حتى اللاعبين كعمر نجدي أنه يتحركوا كذلك من الوراء المحسن متولي اللي خلى يعني بالتالي كانوا فراغات بالنسبة لباقي اللاعبين وهذا هو الخطأ اللي حالياً اللي قايمة به فريق الجيش الملكي اللي لاحظنا أنه هو اللاعب ودوش كيمكث في المكان ديالو بدون تحرك واخا كنشاهدوا غير اللاعب الله الواحد بسم الله الرحمن الرحيم من جديد نحييكم مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان عبر قناة الرياضية وراديو وتلفزيون العرب ARTE في لقاء القمة في الكلاسيكو المئة بين الرجاء البيضاوي والجيش الملكي الشوط الأول انتهى بألوان خضراء رجوية بهدف وفرحة رجوية هدف مقابل الشيء الشوط الثاني أكيد سيكون لقاء بين روماو والسيد محمد فاخر إذن لقاء تكتيكي لا محالة سنتابع أسراره وسنكشفها جميعا سنكشف كل الأسرار في هذا النزال في الشوط الثاني إن شاء الله أذكر بمباريات هذا الجولة فريق شباب المسيرة تعادل أمام أولمبيك أسفي هدف مقابل هدف النادي القنيطري انهزم امام الوداد بهدف مقابل الشيء المغرب الفاسي فاز امام اولمبيك خريبكا بهدف مقابل الشيء الدفاع الحسني الجديدي فاز على الكوكب المراكشي بهدفين مقابل هدف اتحاد مريخ ميساد فاز على حسينة اكادير هدفين مقابل هدف بلدية وجدة تعادل امام شباب المحمدية هدف مقابل هدف الجمعية السلوية انهزم امام المغرب التطواني بهدف مقابل لا شيء اذا الرجاء يطمح الى العودة كذلك إلى الصف الأول رفقة الدفاع الحسني الجديدي المتصدر لحد الساعة ب 35 نقطة الرجاء ب 32 نقطة دون احتساب بالنتيجة المسجلة لحد الساعة وأولمبيك خريبكا في المركز الثالث ب 27 نقطة والجيش الملكي ب 25 نقطة في الصف الرابع بمقابلتان ناقصتان أمام الجمعية السلوية والمغرب التطواني الجمعية السلوية التي نزمت هذا اليوم أمام المغرب التطواني في مباراة كانت منقولة على قناة الرياضية TNT بصوت الزميل عبد الصمد والشهيبة وكذلك شباب المسيرة الذي تعادل بالأمس بهدف مقابل هدف في مباراة نقلت على قناة الرياضية بصوت زميل سفيان الراشدي هنا الإعادة وأذكر الهدف أنه كان بأقدام عصام الراقي والذي سجل ضد مرمى أظن إن كان بإمكانه إعطائنا الإعادة زميل سعيد أحفور في هذه الأمسية الكروية الكبيرة قلت أن أقوى النتائج هنا الإعادة أظن المسجل هدف هو عصام الراقي ضد مرمى تابعونا الإعادة من زاوية أقرب أو نعم ربما عصام الراقي يبقى الاسم عصام الراقي وزكريا الزروالي يصعب
هنا نتابع مرة أخرى. أظن الزروالي يعني من الزاوية هنا الزروالي هو مسجل الهدف. الزروالي حتى الفرحة تشير أن زكريا الزروالي هو مسجل الهدف. زكريا الزروالي هو مسجل الهدف الأول لصالح الرجاء البيضاوي في القمة المئة. قلت أن الجيش فاز في 30 مباراة وخسر في 32 مباراة، يعني 32 مباراة هي فوز للرجاء البيضاوي والتعادل في 37 مباراة من أصل 99. إذن هدف لزكريا الزروالي، هدف مقابل لا شيء. والشوط الثاني سينطلق والكرة بأقدام خضراء لصالح الرجاء البيضاوي في هذا الليلة الكروية. كرة لجريندو الآن. الجماهير تحمس هنا بشكل كبير العناصر الرجاوية وتعطي صورة كبيرة وحماس كبير جدا. هنا خطأ، أولى الأخطاء على مقربة من المنطقة المحرمة لفريق الرجاء لفريق الجيش الملكي. الخطأ هو لصالح الرجاء بعد تدخل حسين أشلة في حق عمر النجدي. تابعونا الإعادة. أسماء كبيرة مرت في الجيش الملكي والرجاء البيضاوي، قائمة طويلة جدا تضم أحد أبرز الأسماء أو أسماء عديدة هي بارزة في صفوف المنظومة الكروية. هنا الكرة لصالح الرجاء البيضاوي، عملية التنفيذ مسلوب، كرة رجوية في هذا الأثناء مسلوب، كرة دائرية ترتطم ب أظن محمد أمين قبلي، والشرط لصالح الرجاء، شرط لصالح الرجاء. 81 هدف سجله فريق الجيش الملكي في مرمى الرجاء، و71 هدف إن احتسبنا هذا الهدف، و72 هدف لخط هجوم الرجاء في مرمى الجيش الملكي. كرة أمامية بالرأس تعود من جديد لصالح الجيش الملكي. كرة أمامية، هناك خروج الحارس يونس عتبة. نتحدث عن الرجاء، نتحدث عن الحمان الظلمي بيتشو غاندي عبد الرحيم جمال فخير ايواد هيج مخلص بتي عمر بصير، والقائمة طويلة. ونكرة صالح الجيش الملكي تقديمي بحث عن مرور تعود مرة أخرى صالح الجيش. جال يسرى في هجمة التسلل لكن كرة الشرط لصالح الرجاء البيضاوي. أسماء عديدة مرت في ذاكرة الرجاء البيضاوي، وجيل جديد مر في السنين الأخيرة، طلال القنطوري وكذلك يوسف السفري. هناك الجيش الملكي كذلك عرف أسماء عديدة مرت بصفوف نادي الجيش كحسني بن سليمان، زموري، باموس، بالمحجوب، والقاسم المشترك بين هذه الأربع الأسماء هم مروا على رئاسة الجامعة. كان فلوس، الصمدي، تامي، تيمومي أحد أبرز الأسماء، دحان، شيشة، خليفة، عبد الله العمراني المعروف بباخة وفضيل المساعد لمحمد فخير الحالي وخيري. والقائمة طويلة، أقول عفوا لم أذكر باقي الأسماء. تعود الكرة لصالح البصري، محمد أمين قبل الآن. الجيش سيبحث في هذا الشوط عن هدف التعادل، والرجاء سيبحث عن هدف الأمان، فهذا هو السيناريو المرتقب. لكن سنتابع من سيكتب حواراته هنا أو هناك. صالح الرجاء جنيدي، هناك لمسة يد في الآونة الأخيرة. تحدث البعض عن انتقال حفيظ عبد الصادق للجيش الملكي. حفيظ عبد الصادق لم ينتقل للجيش الملكي، والنملي قيل أنه انتقل للرجاء، لم ينتقل النملي في صفوف الرجاء البيضاوي. الانتقالات تحدثنا عنها، وهنا ضمن سيري كذلك لا زال يقوم بعملية الإحماء. كرة أمامية عيني، رأسية فلاح قبلي، تدخل عيني، هنا أرمومن، فرصة لصالح الرجاء البيضاوي. أرمومن محاولة مرور، تدخل أشلة. أرمومن كان موفق في كل
التدخلات الثنائية مع مدافعي الجيش الملكي. كأن صديق الأمس خصم اليوم سروالي مسجل هدف، تعود الكرة من جديد، محاولة يوجد هناك خطأ أو خطأ يقول الحكم في آخر المطاف، خطأ لصالح الرجاء البيضاوي. معنويات مرتفعة في صفوف الرجاء البيضاوي وعناصر الرجاء البيضاوي. لن كرة لصالح الرجاء، تابعة المحاولة. قلت أن الجيش الملكي حقق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب أمام النادي الإفريقي، تنقص نتيجة إيجابية أخرى بالفوز إن شاء الله في الإياب لحمل اللقب. حرموه من وراء الكرة، هناك متولي كذلك، هرمومن عملية تنفيذ الآن، هناك محسن متولي وهرمومن، كرات ثابتة هي تساوي أهداف في البطولات الاحترافية الكبيرة. هرمومن تسديدة قوية خطيرة، جول! الهدف الثاني للرجاء البيضاوي. الكرات الثابتة قلت وأنا تحدث هي تساوي أهداف في البطولات الاحترافية، كما لو أن هرمومن وعناصر الرجاء تجيب على كلامي وتقول لما لا تكون البطولة احترافية، وهو يسجل الهدف الثاني عن طريق كرة ثابتة. إذا الجرموني تدخل في المرة الأولى، لكن دور الدفاع غاب في لحظة وثانية ومساحة، متران كانا كافيان للتقدم إلا فقط عمر النجاري وتسجيل الهدف الثاني. شعللها نار عمر النجاري في هذه الليلة الرجوية الخضراء. هكذا هي الصورة، نتابع الإعادة. سيناريو لم يكن في بال محمد باكر. لاحظوا هرمومن، تدخل الجرموني، وهنا جريندو نعم كما سجل الهدف هناك في الذهاب يسجل بالإياب. جريندو عبد اللطيف جريندو الخبرة كان لها دور كبير. الجيش مطالب بتسجيل هدفان، ليس هدف واحد للعودة من جديد في هذا المدار. خطأ، بعثرت أوراق محمد باكر مع بداية الشوط الثاني. السيناريو لم يكن منتظر من طرف عناصر الجيش الملكي، هدفان مقابل لا شيء. الآن الجماهير الرجاوية هنا تهلل تفرح بهذا الهدف الثاني. إذا سنتابع ماذا سيقع في باقي الدقائق، كل شيء ممكن. هرمومن يكفر عن أخطاء الماضي، يكفر عما صنع رفقة الجيش الملكي أمام الرجاء، كما لو أنه يقول للجماهير الرجاوية عفوا أنا الليلة باللون الأخضر الرجاوي سأعيد صناعة التاريخ أمام الجيش الملكي لكن بلون أخضر هذه الليلة. نعم لاحظوا هرمومن مهارات عالية هكذا أمام أشلة صديق الأمس وخطأ. إذن للحظة لثواني سأترك لهذه الجماهيرية هنا تسمع ولو لثواني. هدفان مقابل لا شيء في هذا القمة المئة بين الرجاء والجيش الملكي في مباراة قوية، مباراة نار نار في هذا النزال. كرة الأمام قتيوي، فرصة لصالح الجيش، عملية توغل، إمكانية العرضية، فرصة لصالح الجيش الملكي تضيع. صرامة كبيرة من خط دفاع الرجاء، ندية كبيرة. القديوي يبحث عن التسجيل منذ مدة، يبحث عن بلوغ مرمى الرجاء، لكن لحد الساعة لم يتوفق، لم يكن موفق. مهاجم الجيش الملكي يوسف القديوي، هدفين مقابل لا شيء. لاحظوا القديوي دخل المنطقة المحرمة والتغطية كانت من مسلوب. القديوي التنفيذ، القديوي كان بإشارة الجماهير كما لو أن يذكر بالرباعية، إشارة من القديوي باليد. هنا محاولة تدخل بالرأس من عمر النجاري، هنا ركنية أخرى لصالح الجيش الملكي، تلعب كرة بسرعة، محمد أمين قبل عرضية دائرية، تدخل النجاري والبحث على الهجمة المرتدة السريعة من طرف عناصر الرجاء. هنا هرمومن، تغطية حاضرة، هناك خطأ على اللاعب عمر النجاري. لحد الساعة الفرحة هي خضراء بالنسبة لعناصر الرجاء. إذن الجيش
منهزم امام الرجاء البيضاوي بهدفين مقابل لا شيء. راسيه هنا خطا يقول الحكم بعد تدخل ودوش وبطاقه صفراء يقول الحكم لجواد ودوش. لأن لقاء قوي نزال كبير والله لم يخالف الجيش والرجاء الموعد، كانا حاضران في هذا اللقاء بقمة بأداء جميل جدا يعطي صورة رائعة للكرة المغربية للبطولة الوطنية. هذه صورة المباريات المغربية بالأداء الراقي الجميل وبعلو كعب اللاعب المغربي. كرة أمامية عالية، أذكر أن هذا النزال لحد الساعة بدون أي لاعب أجنبي على مستوى رقعة الميدان، كل العناصر هي مغربية. عمر نجدي إمكانية العرضية تعود أرمومن مرة أخرى لصالح جنيدي، بحث عن توغل من جنيدي، إمكانية العرضية بهذا الأثناء، تغطية دفاعي وركنية، ركنية لصالح الرجاء. أكثر راحة أكثر هدوء عناصر الرجاء البيضاء، الركنية لصالح الرجاء. مجموعة من لاعبي الجيش الملكي في عملية إحماء الآن، البحث عن مفاتيح وحلول أخرى من طرف محمد فاخر. ركنية عمر الجاري دائرية، الكرة عالية، محاولة خروج الحارس طارق الجرموني، كرة أمامية هناك قديوي، محاولة لصالح الجيش، قديوي جديد، لعبق فريق الجيش الملكي يوسف القديوي، سريع اللاعب يوسف القديوي. جماهير لم تخالف الموعد، حضرت سواء جماهير الجيش الملكي او جماهير الرجاء. محمد امين قبله، كره اماميه تعود للحارس يونس عتبه. تحدثنا عن الجيش ومشاركاته الافريقيه، هناك كذلك اتحاد مريخ ميساد امام شانتي كوتوكو في كاس افريقيا الابطال، والوداد على مستوى كاس الابطال العربيه، والمغرب الفاسي امام قوافي القفصه التونسي في كاس الكاف الافريقي. محمد امين قبل مصاب، شد عضلي ربما، مصاب محمد امين قبل يطلب التغيير. محاوله اخرى مرموما، بصري بندريس، بصري راقي، هناك حد من خطورة الراقي على مستوى وسط الميدان. بصري لم نرى تقدم المهود اللاعب البصري على مستوى وسط الميدان. وشلا كرة عالية بالراس جريندو الوسط صالح الجيش الملكي، محاولة إمكانية برجال اليسرى، لا زال يحافظ على الكرة، التغطية الدفاعية، فرصة صالح الجيش الملكي على مقربة من المنطقة المحرمة تعود، صراع كبير أمام الدفاع مرة أخرى. لا زال فريق الجيش الملكي يحاول بلوغ مرمى الرجاء، خطأ صالح الجيش الملكي. يقول الحكم خليل الويسي، هذا الحكم خليل الويسي من مدينة خريبكا الذي انطلق في عالم التحكيم منذ 1985، حامل الشارة الدولية في 2002. بالإعادة تدخل كذلك خليل الرويسي يدخل هذا المباراة ويحاول أن يكون في مستوى الموعد كما عودنا خليل الرويسي، والذي يحاول إهداء هذا الفوز لمولودته الجديدة ضياء. تحدث عن الحكم الراقي، عملية تنفيذ، محاولة دائرية في اتجاه المرمى خطيرة، محاولة كانت قوية من طرف الجيش الملكي وتدخل الحارس يونس عتبه. جهة اليسرى عملية الانطلاق الآن، أرمومن، تمريرة أرمومن تعود بندريس. الرجاء يبحث عن الهجومات المرتدة السريعة المباغتة بحكم وجود عمر نجدي صاحب السرعة ومحسن متولي صاحب السرعة كذلك. ودوش
فرصة. علاوي هناك ضربة جزاء، ضربة جزاء لصالح الجيش الملكي، ضربة جزاء لصالح الجيش الملكي يحصل عليها اللاعب مصطفى العلاوي، ضربة جزاء. سنتابع الإعادة هنا، لاحظوا الإعادة، مراد عيني يتدخل وضربة جزاء، ضربة جزاء لصالح الجيش الملكي. نتابع هنا الإعادة، ضربة جزاء، حكم خليل الرويسي كان قريب من العملية. سنتابع ضربة جزاء لصالح الجيش، فرصة لتقليص الفارق. العلاوي الذي سجل 5 أهداف في صفوف الجيش الملكي. تابعون الإعادة، إذن مديحي الآن، مديحي يتأهب للدخول، ربما مكان محمد أمين قبلي، ربما مكان محمد أمين قبلي. سنتابع سيناريو آخر الآن، الجيش الملكي ضربة جزاء، العلاوي يبحث على تسجيل الهدف السادس. إذن سنتابع، الرويسي يتدخل، إذن مصطفى العلاوي هو منفذ أو اللاعب الذي سينفذ ضربة جزاء بالنسبة للجيش الملكي. معطى آخر في المباراة، إذن سنتابع ضربة جزاء بعد تدخل مراد عيني. مصطفى العلاوي، يونس عتبة، فرصة الآن، عملية التنفيذ، فرصة، جول لصالح الجيش الملكي. الجيش الملكي يعود ويسجل الهدف الأول ويقلص الفارق. إذن هدفين مقابل هدف الآن، هدفين مقابل هدف. العلاوي يسجل الهدف السادس بالنسبة لرصيده في البطولة الوطنية. إذن هداف الجيش الملكي مصطفى العلاوي، إذن هدفين مقابل هدف في هذا الأثناء. وسنتابع هنا دخول مديحي ودخول سيري، سنتابع مكان من مديحي، أكيد دخل مكان محمد أمين قبلي. نتابع هنا الإعادة، ضربة جزاء نفذت بطريقة جيدة، كان خروج عمر الجاري ودخول سيري. سيري السنغالي يدخل، أحد أبرز المحترفين في البطولة الوطنية. عمر الجاري يغادر، أحد نجوم الرجاء البيضاوي. وبطاقة صفراء هنا للعلاوي، حكم يعطي بطاقة صفراء لمصطفى العلاوي. بطاقة صفراء لمصطفى العلاوي، أشهر الحكم الرويسي. تلعب الكرة الآن، لقاء آخر في هذه الدقائق المتبقية. كرة عالية، قديوي، قديوي يبحث عن انطلاق، قديوي سريع، قديوي إمكانية برجل اليسرى، فرصة صالح الجيش الملكي، إمكانية العرضية، كرة عالية، لا زالت خطيرة جديدة. صراع الآن آخر في هذا الأثناء، محاولة قوية للجيش الملكي. هكذا الجيش الملكي يعود من جديد، يعود الجيش الملكي من جديد في نزال قوي جدا بين روماو ومحمد فاخر. صراع تكتيكي كبير جدا بين الإطار البرتغالي روماو والإطار المغربي محمد فاخر. تابعنا لإعادة السراج بعرضية بالرجل اليسرى، خروج الحارس يونس عتبة، كان قريب العلاوي من تسجيل هدف التعادل. والدوش في المرة الأولى، الإبعاد من جريندو، لاحظوا مديحي كاد أن يسجل هدف التعادل. كرة عالية الآن، أرمومن، سيري، تعود الكرة لفلاح، فلاح، مديحي، البصري، استيقظت جماهير الجيش الملكي كذلك. أما عناصر جماهير الرجاء فهي منذ صافرة البداية أو قبل صافرة البداية وهي تشجع نادي الرجاء البيضاوي. شرق، صالح الرجاء، تلعب كرة بسرعة، جليدي،
كاين هناك خطا يقول الحكم خطا لصالح الجيش الملكي بعد تدخل جديدي في حق مديحي. ثلاث اهداف مسجله لحد الساعه. مباراه الذهاب عرفت 5 اهداف، الاياب بثلاث اهداف لحد الساعه. اذا مباريات ممتعه هي مباريات الرجاء والجيش ومباريات الوداد والجيش كذلك. لا انقص من قيمه باقي المباريات، بل هي مباريات كبيره بنفس قيمه هذا المباراه، لكن حموله تاريخيه والقاب تبقى صاحبه الدور الكبير. هنا الخطا، تنفيذ فلاح، امكانيه العرضيه، كره دائريه عاليه، هناك راسيه وضربه مرمى لصالح الرجاء البيضاوي. فريق الجيش الملكي الفريق الذي فاز كل مبارياته داخل الميدان لم ينهزم كما هو الحال بالنسبه للرجاء البيضاوي. فريق الجيش الملكي فهو في المركز الرابع على 25 نقطة، فسبع مباريات، تعادل في 4، هزم في 3 مباريات، سجل 19 هدفا باحتساب هذا الهدف 20 هدف، دخلت مرمى 8 أهداف باحتساب أهداف الرجاء 10 أهداف. لعب بميدان 6 مباريات، فاز في 6 مباريات، لم يهزم ولم يتعادل في أي مباراة داخل الميدان. نسبة قوية الجيش الملكي، قوي هو نادي الجيش الملكي داخل ميدانه. خارج الميدان لعب 8 مباريات، فاز في 1، تعادل في 4، وهزم في 3. قلت أمام النادي القنيطري الجمعية السلوية وأولمبيك ألسفي. فريق الرجاء 32 نقطة، فاز في 9 مباريات، تعادل في 5، وهزم في 2 أمام الجيش والجمعية السلوية. سجل 24 هدف باحتساب الهدفين في هذه الليلة 26 هدف. دخلت مرمى 10 أهداف باحتساب هدف الجيش 11 هدفا. بالميدان لعب 7 مباريات، فاز في 4، تعادل في 3 ولم يهزم كذلك. شأنه شأن الجيش الملكي بالميدان. خارج الميدان لعب الرجاء 9 مباريات، فاز في 5، تعادل في 2 وهزم في 2. حصيلة الفريقان لحد الجولة 17. هنا كرة قديوي، محاولة أخرى، صنع الجيش الملكي عرضية وخروج الحارس يونس عتبة. الجيش الملكي أصبح يصل في هذا الأثناء لمرمى الرجاء البيضاوي. شرط صالح الجيش، ضغط الجيش في هذا الأثناء يتواصل، يبحث عن العودة من بعيد. مديحي، تعود الكرة صالح الرجاء، فرصة لصالح الرجاء البيضاوي الآن، بحث عن التقدم، تدخل مديحي، وشلة ديوي، خطأ لصالح قديوي كل الحكم. كرة في الوسط بندريس، فلاح، الرجاء قلت يعتمد على الهجمات المرتدة السريعة، عيني تولي سريع، تولي حتى التمرير، عمر نجدي يحافظ على الكره، هناك سيري، تحدثت عن عدم وجود اي اجنبي لكن سيري يدخل مكان عمر الجاري. هنا عمر نجدي يبحث عن المرور، تغطيه، لازال هناك سيري حول الكره، بندريس، كره اماميه، لازال صالح الجيش الملكي، خطا، تدخل عبد الطيب كريندو. صالح الجيش تابعون الإعادة، والدوش جريندو، دائما مشاهدينا الدقيقة 69، النتيجة المسجلة هدفين للرجاء البيضاوي مقابل هدف للجيش الملكي في هذا الكلاسيكو 100، القمة 100 بين الرجاء البيضاوي والجيش الملكي. لكم متابعينا في كل مكان عبر قناة الرياضية وراديو تلفزيون العرب ARD. هنا محاولة أخرى، فرصة سيني، إمكانية التمرير الآن، لا زال يحافظ على الكرة، تعود عمر نجدي، تمرير أمامية، فرصة لصالح الرجاء، سيني أمام أشلة، أو نعم أشلة، سيني خطأ، يحصل على الخطأ، بعد تدخل أشلة، تعدد
تحدثت عن أخطاء وقلت أنها تساوي أهداف في أغلب الدوريات العالمية إن نفذت بطريقة جيدة واستغلت عن طريق تمريرة. خطأ يساوي أهداف في قاعدة كرة القدم العامة. ستلعب الكرة الآن العرضية شليدي دائرية الكرة عالية وبين يدي الحارس طارق الجرموني. بعت الهجوم مرتد سريع هناك مديحي سريع كذلك مديحي بطريقة جميلة فرصة صنع الجيش الملكي هناك تسلل هناك تسلل لاعب الديوي ناش خطة التسلل من عناصر ومدافعي الرجاء البيضاوي هنا الإعادة تسلل عيني كرة أمامية أرمومن أرمومن بحث عن التمرير تعود الكرة من جديد شرط لصالح الرجاء يقول الحكم زروالي سجل الهدف الأول في اللقاء لصالح الرجاء البيضاوي والهدف الأول في المباراة هنا أرمومن تدخل بندريس عيني هناك جريندو كرة عند متولي متولي بطريقة جميلة في وسط الميدان لازال كيعرض على الكرة متولي فرصة البحث على تمرير كرة أمامية عالية هناك عمر نجدي كيبحث على المرور لكن كيسقط الهدف كرة خطيرة تسديدة قوية تسديدة اللاعب أرمومن أرمومن كان صاحب التسديدة الأخيرة حاول مباغتة الحارس طارق الجرموني لكن التسديدة كانت فوق المرمى فلاح انطلاق من جديد لصالح الجيش الملكي هناك مصطفى العلاوي مسجل هدف هدف الجيش بستة أهداف هناك خطأ هناك بطاقة أظن لزكريا السروالي إعادة إذن زكريا السروالي يحصل بطاقة صفراء خطأ لصالح الجيش الملكي سنتابع سيستغل الجيش الملكي هذا الخطأ تابعون الإعادة سنتابع صالح الجيش في هذا الأثناء عن طريق خطأ تنفيذ هناك يوسف القديوي يوسف القديوي سنتابع عملية التنفيذ بالنسبة للجيش الملكي فرصة لصالح العسكري الآن عملية التنفيذ كرة دائرية تصبح ركنية لصالح الجيش دائما قديوي في التنفيذ نتائج كبيرة من لاعب يوسف قديوي في هذا اللقاء أمام عناصر الرجاء البيضاوي قديوي في التنفيذ فرصة حكم حديث مع أظن مديحي وأرمومن الملعب تقريبا امتلأ في هذا الشوط إلا بعد الجنبات هناك تغيير سيدخل اللاعب عبد الرحمن مساسي مكان يوسف البصري ساسي اللاعب السابق لفريق المغرب الفاسي ساسي ربما هو اللاعب الذي او تلعب الكره عاليه فرصه هناك مديحي قديوي من جديد قديوي مراوغه جميله برجل اليسرى كره عاليه راسيه كانت خطيره من ودوش راسيه كانت خطيره من ودوش سنتابع الاعاده نتابع هنا الاعاده مراوغه برجل اليسرى وعرضية القديوي مكانت رأسية ودوش بعيد عن مرمى الحارس يونس عتبة تمر الدقائق الآن نقترب من 15 دقيقة الأخيرة قد تكون مباراة داخل مباراة كرة عالية الآن أمامية هناك أرمومن تحضير الجهة اليمنى فرصة لصالح عمر نجدي إمكانية المراوغة عمر نجدي يبحث عن المرور لكن التغطية كانت
عمر بن دريس تدخل أمام عمر نجدي، فرصة من الجيل من الآن، عملية الانطلاق، كرة أمامية، هناك أرمومن، موفق أرمومن في كل النزالات أمام بن دريس، أرمومن لازال حافظ على الكرة، مهارات أرمومن، لكن عودة الراقي دائما القادم من الخلف يكون صعب التدخل الصحيح، كرة عالية، جليدي، سيري، لازال حافظ على الكرة سيري، تمريرة، أسلوب، تولي، شيرين دور، سامي تاج الدين، تولي، سريع متولي غيبحث على المراوغة، يمرر الكرة عند عمر نجدي، كرة عند عمر نجدي، تعود نجدي، ضربة تغطية دفاعية حاضرة، رأس لصيقة بعمر نجدي، وعر مؤمن، شرط لصالح الجيش الملكي. ندخل الآن في 15 دقيقة من عمر هذا النزال مشاهدينا في كل مكان، تابعونا الإعادة، تدخل مصطفى العلاوي أمام سامي تاج الدين، تالية كبيرة من كل عنصر من العناصر من كل فريق كذلك سواء من رجاء أو الجيش، فلاح لصالح الجيش يقول الحكم، فلاح هناك مديحي، مديحي هورا، هنا تعود جليدي، كرة أمامية، هناك كوشلة، كرة تعود الزروالي، خطأ، خطأ اللاعب جواد ودوش، جواد ودوش دخل أمام زكريا الزروالي، تدخل قوي، نتمناو كذلك ما تكونش إصابة زكريا الزروالي إصابة خطيرة، وتابعونا الإعادة، نذكر أن جواد ودوش رصيده بطاقة صفراء، الزروالي ربما سيخرج تلقى إسعافات، نذكر بأن كرسي احتياط الرجاء يضم ياسين الحظ، رشيد سليماني، ياسين رمش، خالد حمداوي، سيري الذي دخل مكان عمر الجاري، جيم جون مسجل هدف أمام أولمبيك أسفي، ويوسف أغناو، أما كرسي احتياط الجيش يضم خالد عسكري، عبد الرزاق الناصفي، عاطف شهاب، عبد الرحمن الفاسي الذي دخل مكان البصري، ياسين نعوم، نور الدين قاسمي، ومحمد مديحي الذي دخل مكان محمد أمين قبلي. إذن سيستأنف اللاعب عيني، أظن أن هناك صعوبة في إتمام المباراة قد تكون من زكريا الزروالي أو لزكريا الزروالي، أسلوب، كرة عالية، مكوشلة، أرمومن، مازال حافظ الكرة أرمومن، شرط لصالح الجيش يقول الحكم، فلاح بن دريس، الجهة اليسرى عملية الانطلاق الآن، سراج، ساسي، مديحي، ساسي من جديد، مديحي، مسجميلة كانت في وسط الميدان، تعود لقديوي، قديوي أمامه فرصة الآن، قديوي كيبحث عن توغو، الإمكانيات العرضية، وبين يدي الحارس، يونس عتبة، تابعونا الإعادة، صراع ومحاولة من المرور ليوسف القديوي أمام سامي تاج الدين، بالراس تعود سيري، فرصة
لصالح الرجاء. عمر نجدي إمكانية التسديد أو التمرير مغونة محاولة فرصة والتغطية كانت حاضرة من أوشلا. رجل المواقف الصعبة بالنسبة لدفاع الجيش الملكي حسين أوشلا في الوسط. تعود الكرة الرجاء زكريا الزروالي فرصة. هناك مساحة هناك خطأ يقول الحكم بعد تدخل ساسي وربما الحكم سيعطي بطاقة صفراء للاعب ساسي. هذا ما كان هناك احتجاج من ساسي على الحكم ويسي. تابعونا الإعادة. خطأ آخر لصالح الرجاء البيضاوي. ساسي يحصل بطاقة صفراء. سنتابع الخطأ. من خطأ سجل الرجاء الهدف الثاني. مرة أخرى أرمومن في التنفيذ. هناك أرمومن والذي سينفذ هذا الخطأ. هناك سيرين كذلك. أظن أن أرمومن يتابع هذا الخطأ الآن لصالح الرجاء. حاول الآن أرمومن أو تسديدة قوية فوق المرمى كانت من مسلوب نبيل مسلوب من صاحب التنفيذ. ليس اللاعب أرمومن بل نبيل مسلوب رقم 11 لاعب الدولي أرمومن السابق المنتخب كذلك والجيش الملكي. الإعادة بعيدة الكرة. إدريس سراج ديوي تعود الكرة هناك إدريس. تغطية دفاعية من الرجاء البيضاوي أمام هجمات الجيش الملكي بالاعتماد على هجمات كرة أمامية. هناك إدريس كرة تعود لصالح أرمومن فرصة لصالح الرجاء البيضاوي. محاولة تعود مجديد لازالت هناك خطورة. هنا محسن متولي جليدي كاش هناك خطأ يقول الحكم. تعود الكرة راقي العلاوي ودوش إبعاد داخل المطاف من نبيل مسلوب وهنا سيتم إشراك جيم جول. رغم أن الرجاء متقدم بهدفين يبحث عن أهداف أخرى كما يتضح من هذا التغيير. سنتابع عمر نجدي واللاعب الذي سيغادر لأن أكيد أن أرمومن قائم مباراة جميلة لحد الساعة. وبالتالي تم تغيير عمر نجدي اللي كان عنده صعوبة احتراف تابعي الجيش الملكي. ربما رماوي يؤكد أنه يطمح إلى تسجيل أهداف أخرى كما يتضح من هذا التغيير. وعشرين سنة لهذا اللاعب سجل هدف في مرمى أولمبيك أسفي. هناك تغيير كذلك دخول المناصفي مكان ودوش. رزاق مناصفي كان جواد ودوش. ثلاث تغييرات استوفاها الإطار الوطني محمد فاخر مدرب الجيش الملكي. محاولة تعود في الوسط تمريرة سقوط احد اللاعبين لاحظ محمد فاخر. هذا تحفيز اللاعبين قطاع تعليمات تدخل أوشلا بحق أرمومن. الجماهير الغفيرة تتابع هذا النزال القوي هذه الأمسية الكروية الرائعة لحد الساعة والممتعة بكل ما في الكلمة من معنى. أداء جيد يحسب لفريقان الرجاء والجيش الملكي. عيني في التنفيذ كرة أمامية عالية
رأسية تعود رقي انطلق فلاح للنصفي السابق نادي القنيطرة والمغرب التطواني ثم الجيش الملكي هدف الدوري كذلك الجيش لعب نصفي محاولة رقم جول بحث على المرور وشوط لصالح الرجاء يقول الحكم بعد تدخل بندريس الظهير تتفاعل الآن مع مرور الدقائق وخمس دقائق تفصلنا عن نهاية عمر هذا النزال نتقاسم لصالح الرجاء احتفالية رائعة مغربية 100% قل نظيرها في أغلب الملاعب حتى العالمية أقولها بكل صراحة لدينا أروع الجماهير المغربية في كل الملاعب بدون استثناء نقدم أروع وأجمل اللوحات نعم هذه الجماهير المغربية في البطولة تسديدة قوية فوق المرمى من اللاعب محسن متولي الدقائق تمر النتيجة لحد الساعة لصالح الرجاء البيضاوي جاء يطمح إلى تحقيق الانتصار الثالث والثلاثين في تاريخ النزالات مقابل 30 انتصار لصالح الجيش الملكي ربما سيكون تغيير خصوص فريق الرجاء البيضاوي يدخل اللاعب يوس أجناو يدخل يوسف أجنر سنتابع يكون قد يطلب تغيير لاعب مصاب سنتابع عموما ربما سيغادر الآن محمد عموما جماهير الرجاء البيضاوي ربما اللاعب الذي سيغادر نعم يغادر محمد أرمومن ويدخل مكان يوسف أجناو لاعب السابق لحسنية أكادير الأسماء التي حضرت مباراة الذهاب كرة عالية مرمى لصالح الرجاء البيضاوي يحسب بخليل الويسي أداء جيد في مثل هذه المباريات إن تواجدت العناصر مكتملة بأدائها الجيد فيمكن أن نقول أنها قمة بما في الكلمة بمعنى هكذا تدون في آخر المطاف كل مقومات النجاح حاضرة في هذا اللقاء تحكيم أداء خطط وجماهير محاولة حاول الرقي تبريج يوصل فرصة صالح الجيش هناك تسلل يقول الحكم هناك تسلل هناك تسلل و الديوي يحصل على بطاقة صفراء يوسف الديوي يحصل على بطاقة صفراء ست بطاقات صفراء في صفوف فريق الجيش الملكي ست بطاقات صفراء صفوف فريق الجيش الملكي مقابل بطاقة واحدة صفراء بصفوف الرجاء البيضاوي إذن معطى آخر في هذا الأثناء ونحن نقترب من تلخيص اللقاء تلخيص هذا النزال والنتيجة المرسومة هدفين مقابل ثلاث نقاط للرجاء مقابل هدف للجيش الملكي ومحاولة الآن تعود للجيش بحث عن إخراج الكرة ضغط على حامل كرة طرف جون وتعود لصالح الرجاء البيضاوي
الخبط على كورتو تعود من جديد. حاول صلاح الرجال بداوي فرصة عملية توغل الآن وضرب الجزاء يقول الحكم. ضربة جزاء يقول الحكم دليل الرويسي. ضربة جزاء يقول الحكم الآن. أشياء أخرى تقع وسيناريو آخر يقع وجرأة قوية من هذا الحكم لأنه ربما نقول من الصعب أن يعلن حكم عن ضربة جزاء في هذه الدقيقة. وهنا محسن متولي يحصل ضربة جزاء بعد تدخل عصام الراقي بالفعل أعلن عنها الحكم خليل الرويسي ضربة جزاء لصالح الرجاء البيضاوي في الدقيقة الأخيرة من عمر هذا النزال. وفرحة هستيرية هنا للجماهير الرجوية على يميني فرحة هستيرية. سنتابع ضربة جزاء أخرى وهي الثانية في هذا النزال بعد ضربة جزاء الجيش الملكي التي سجلها مصطفى العلاوي. ضربة جزاء سيناريو ومعطى جديد في هذا الأثناء في قمة كروية كبيرة. سنتابع في التنفيذ محسن متولي. محسن متولي في التنفيذ. متولي سجل 4 أهداف للرجاء البيضاوي يبحث عن تسجيل الهدف الخامس. متولي فرصة الجماهير الرجوية. كرة تعود من جديد رانمية ولكن جول تسلل يقول الحكم. يعني سيناريو لم يكن في بال ولم يحط بال محمد باقر رفقة الجيش الملكي يصنع هنا يرسم ويحاك من طرف عناصر النصر الرجوي الأخضر وأبناء جوزي روماو. قديوي يبحث عن المرور هناك خطأ يقول الحكم. إذن الدقيقة 92 الآن نتيجة إيجابية للرجاء البيضاوي تجعله بالصدارة وتعطي عنوان أبرز لباقي الأندية المغربية. بكل صراحة يقول الرجاء البيضاوي في هذه الليلة أريد البطولة الوطنية. أريد البطولة الوطنية هذا هو عنوان الرجاء البيضاوي بهذا النتيجة المسجلة لا بديل. إذن رسالة لفريق الدفاع الحسني الجديد من عناصر الرجاء ومن فريق الرجاء لكن الدفاع عبد الجديد هو فريق كبير كذلك وليس بالسهل أن يتنازل على لقبه الأول. كل شيء ممكن سنتابع باقي الأيام. جليدي عملية تمرير كرة أمامية صالح طارق الجرموني. لأن الجماهير هنا تشعل أجواء الفرحة نيران الفرحة هنا على كل جلبات الرجاء البيضاوي وهي تحتفل بهذه النتيجة المرسومة 3 أهداف مقابل 1. كان هناك نية في التعب والتعب من مباراة الذهاب من رباعية الجيش الملكي هنا ثلاثية الرجاء تتحدث كل شيء ممكن. فرصة جناو مرة أخرى العرضية كرة عالية وخروج الحارس طارق الزرموري. هنا كرة في الوسط بناصفي يبحث عن المرور إيطالية كبيرة في وسط الميدان تعود قديوي. قديوي الجهة اليسرى نلاحظ هنا صورة معبرة عن الجماهير. صورة معبرة هذا جوزي روماو صانع هذه الفرحة الكروية ذات يوم صنع فيها المركب محمد الخامس رفقة الوداد يبحث عن الصنع رفقة الرجاء وتعود هناك لصالح الرجاء البيضاوي. ليس هناك أي خطأ يقول الحكم. الانطلاق زرواري جليدي حقناو شرق صالح الجيش الملكي هدف
عناق بين جماهير الرجاء. الفوز على الجيش يعني الشيء الكثير، يعني خلفية تاريخية كبيرة بين ثلاثة الفريقان. هنا الراقي تعرف أن الجيش تنتظر نزالات إفريقية كبيرة وحضور إفريقي كبير. الرجاء يطمح إلى الفوز باللقب، المحاولة تعود. كرة الأمام جون أو نسبيل الجيل اليمنى. محسن تولي عملية تقدم الآن، فرصة لصالح الرجاء البيضاوي. عمق الانطلاق نقوم تبادل للمراكز، محاولة أو سيري، فرصة تسديدة قوية وتدخل طارق الخرموني. تدخل طارق الخرموني الدقيقة 95 الآن. ثلاث أهداف للرجاء مقابل هدف. الكل ينتظر هنا صافرة الحكم خليل الويسي. محاولة تعود طفل الله وسجل هدف الوحيد. تسديدة محاولة قوية كانت من فريق الجيش الملكي طريق العلاوي، ويقظت يونس عتبة في آخر المطاف. إذا الليلة هي خضراء لحد الساعة، والأفراح ستبقى هنا بمدينة الدار البيضاء بعدما كانت في الرباط في مباراة الذهاب. هنا تبادل الأدوار في لحظة تسديدة قوية تعود من الدفاع. مرة أخرى ضغط الجيش الملكي، الرجاء ينتظر فقط ظافرة الحكم. تعود الكرة، خطأ لصالح الرجاء. روماو يطلب تهدئة اللعب، جوزي روماو بحركاته يطلب تهدئة اللعب من عناصر الرجاء. هنا سلوب العملية الأخيرة في قمة كروية. كل متابعينا، كل من تابع هذا النزال، رفقتي أنا معلمكم يسري مراكشي، عشنا دقائق جميلة، مباراة رائعة فيها أهداف، متعة، تحكيم جيد، كل شيء ممكن، كل شيء ممكن تابعناه في كرة القدم. ضربات جزاء، بطاقات صفراء، إلا البطاقة الحمراء، والحمد لله، لأن المباراة كانت بروح رياضية جميلة وعالية. هنا الحكم ينهي المباراة، يعطي الفرج لجماهير الرجاء البيضاوي ونادي الرجاء البيضاوي، والاحتفالية الكبيرة التي كانت منتظرة بالنسبة للجماهير الرجاوية التي كانت تعول على هذا النزال وهذا اللقاء. ثلاث نقاط قلت كعنوان، هي ست نقاط ليس ثلاث، لأن القمة كبيرة بما في الكلمة من معنى. الرجاء الجيش الملكي، ثلاث أهداف للرجاء البيضاوي مقابل هدف للجيش الملكي. يوم كان للجيش هناك بالرباط، ويوم على الجيش هنا لصالح الرجاء بالبيضاء. هذه أبرز العناوين. هنيئا لكم، لكل من تابعنا عبر قناة الرياضية، ولكل من تابعنا في الأقطار العربية عبر قناة وشبكة راديو تلفزيون العرب، لمتابعتكم هذا النزال الرائع والجميل الذي يعطي صورة حقيقية للكرة المغربية. مشاهدين الكرام في كل مكان، رافقكم ويتمنى أن يكون موفق في مرافقتكم في هذا التعليق معلمكم يسري مراكشي. مع هذه الصور الجميلة أترككم، وإلى اللقاء في باقي المباريات القادمة، وأتمنى لكم فرجة ممتعة. إلى اللقاء. أحلامكم، عزيمتكم، مستقبلكم، مواهبكم، نحن نؤمن بها يدا في يد من أجل تحقيق الانتصارات.